بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله ومن والاه. أولا نبارك الإخوان العسكريين على ما تم الموافقة عليه اليوم من قبل المجلس، وأعتقد أن هذا يعتبر إنجاز للمجلس، وأيضا يستاهلون إخواننا العسكريين. نبارك لهم بهذا أمر يستحقونه، معاناة 10 سنوات الحمد لله أنها تمت، وأنها حصلوا على ما كانوا يتمنونه. وأيضا أقول أتمنى أن ما يردون القانون، أن ما يتم رد القانون، إذا تم رد القانون يعني راح يروح إلى دور انعقاد القادم ويحتاج عدد أكبر. فأنا أقول مدام إحنا الآن بالأيام المباركة، أتمنى أن ما يتم رد القانون، والإخوان العسكريين يستحقون. وأيضا نطالب بأيضا إخواننا العسكر اللي من سنة 91 إلى تاريخ اليوم، راح نحاول وراح نجتهد إن شاء الله ونبذل المجهود أنا وإخواني النواب عشان يحصلون على ما حصلوا عليه إخوانهم. نعم احنا نقول عسكر يستاهلون، ضحوا فيهم من ابناء الشهداء، فيهم من توفى ابوه وهو كان يطالب بالمطالبه، ايضا تم تعديل وانا كنت احد الاخوان اللي عدلوا على القانون، اضافه على القانون بالنسبه لاخواننا العسكر اللي تقاعدوا طبي. ايضا هذه تم اضافه لهم، وايضا نبارك لهم وصاروا مشمولين من ضمن القانون. الشغلة الثانية بالنسبة للميزانيات، اليوم أنا تكلمت عن ميزانية الهيئة العامة للزراعة. كل التقرير اللي قريناه أنا أقول الهيئة فيها تجاوزات، وهذا أعتقد أن المخالفات موجودة ومكررة دائما، خاصة الهيئة أعتقد أنها يبي لها نفضة، مو قاعدة ترد على جميع لا ديوان المحاسبة ولا على الجهات الرقابية كلها. فهذا أمر أنا أعتقد يحتاج إلى وقفة من وزير البلدية والأوقاف. أي وإحنا تكلمنا اليوم وتكلمت عن قضية المزارع اللي تم تثمينها الآن اللي قاصة مع القطار، وتحكينا فيها وأصرينا أن لابد أن يكون لهم حل، لأن هذول الآن صار لهم معاناة 3 سنوات، مو عارفين يروحون البلدية بيرخصون مباني، يروحون كذا، مو حايسين ما بين البلدية والزراعة. حسب الاتفاق اللي كان ما بيننا وبين الزراعة، احنا أنا أتكلم صفة رئيس لجنة الزراعة، يعني كان الأخوان جدا متعاونين، قالوا الهيئة ما عندها مانع أنها تعطيهم مزارع أيضا بالإضافة إلى التثمين. وإلى الآن يعني تم مخاطبة المالية، المالية حددت المبالغ تثمين، بس الآن الهيئة عندها تقريبا أكثر من 7 مليون متر. أنا أعتقد هذول أولى من الأشخاص اللي قاعد يعطونهم مزارع، هذول أولى، وخاصة أن 3/4 أنا أقول طلعت له المزارع، يعني ما طلعت المزارع، هو شرى من جيبه، شرى من حسابه، بعضهم خذوها من أيام صبيحية مزارعهم أبا عن جد. الآن نجي ونقول له مو قاعد، يعني لا الهيئة قاعدة توجههم التوجيه الصحيح، لا الهيئة قاعدة تملك القرار. الناس يقول لك احنا شنو دورنا الآن؟ هل تبي تعطونا مزارع بديلة؟ هل تبي هذه؟ تكلمنا عنها اليوم، وأيضا تكلمت مع وزير البلدية لأنه هو الوزير المختص عن الهيئة، والحمد لله يعني وعدنا خير أن يشوفون حل هذه القضية.